السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعيني الكرام متابعي قناة الخلاصة كورة. نتائج مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون بعد مباريات اليوم الأحد 30/1/2022 30 يناير 2022. ربع النهائي بدأ أمس السبت 29/1/2022. متابعيني الكرام، منتخب مصر الحمد لله رب العالمين قدر يفوز على منتخب المغرب العربي الشقيق. لعيبة مصر لعبوا برجولة، لعيبة رجالة بصراحة. أنا مدحتهم طبعا في ماتش ساحل العاج اللي فات وبمدحهم أكتر وأكتر. لعيبة تعبوا النهاردة وصراحة مش عارف كلهم تعبوا بصراحة، بس بالنسبة لي اللي تعب أكتر اللي ساهم بشكل كبير في تحقيق الفوز النجم المصري محمد صلاح طبعا بتسجيله الهدف، اللي كان متابع جيد جدا للهدف بعد ما الرأسية مش عارف والله مين اللي عمل الرأسية وصدها ياسين بونو طبعا، ورجعت لنجم مصر محمد صلاح وسجل الهدف الأول والأسيست الرائع. الكورة الجميلة جدا اللي بدأت بزيزو لصلاح، وصلاح خد 2 مدافعين في ظهره وبعد كده ادى أسيست رائع لتريزيجيه وسجل الهدف. حقيقي ماتش رائع جدا. مصريين منتخب مصر لعب رجولة جدا. صحيح المنتخب اللي كنا بنلعب منتخب عربي شقيق، ما كنتش هزعل ابدا لو المغرب هي اللي كانت فازت، كنت هزعل حاجه بسيطه علشان طبعا منتخب بلدي خسر، ولكن الحمد لله رب العالمين قدر منتخب بلدي منتخب مصر قدر يفوز على منتخب المغرب فوز 2-1 في الاشواط الاضافيه. اليوم متابعين الكرام كان عندنا مباراه تانية، السنغال قدرت تفوز على غينيا الاستوائيه 3-1، ومش قدرت لا يعني السنغال طبعا في فرق بين السنغال وغينيا الاستوائيه، طبيعي انها تكسب 3-1 يعني. احرز هدف السنغال الثلاثه فامارا ديديو في الدقيقه 28 وشيخو كوياتي في الدقيقه 68 واسماعيل صار في الدقيقه 79. هدف غينيا الاستوائيه جاء عن طريق خانيك بويلا في الدقيقه 57. ومنتخب مصر قلنا فاز على منتخب المغرب الاول، المغرب تقدمت في الدقيقه 7 طبعا خطا عمله ايمن اشرف وتسبب في ركله جزاء بعد ما كسر طبعا اشرف حكيمي في منطقه الجزاء، وضربه الجزاء مستحقه يعني ما فيش اي تشكيك فيها خالص، ولكن الحمد لله رب العالمين قدر محمد صلاح في الدقيقه 53 يسجل هدف التعادل. طبعا ضربه الجزاء اللي سجلها سفيان بوفال في الدقيقه 7، محمد صلاح سجل هدف التعادل في الدقيقه 53 وهدف الفوز في الدقيقه 100 والوقت بدل الضعف مش الوقت الاضافي بقى في الشوط الاول الاضافي عن طريق تريزيجيه واسيست صلاح زي ما قلنا. امس السبت 29/1/2022 بوركينا فاسو فازت على تونس 1-0. للاسف منتخب تونس كان نتمنى ان هو يكمل معانا في نصف النهائي والنهائي، ولكن خرج امام بوركينا فاسو 1-0 واحرزه فيصل وطارة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول. وغامبيا خسرت من منتخب الكاميرون 0-2 وأحرز هدفي الكاميرون توكو أوكامبي في الدقيقة 50 وأيضا نفس اللاعب توكو أوكامبي في الدقيقة 57. كده مصر هتلاعب الكاميرون بإذن الله تعالى متابعين الكرام يوم الخميس القادم 3 فبراير 2022، مباراة مصر والكاميرون. والسنغال هتلاعب بوركينا فاسو أيضا الساعة 9 مساء نفس توقيت منتخب مصر، ولكن يوم الأربعاء 2 فبراير 2022. بس سنغال وبوركينا يوم الأربعاء الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. ومصر أمام الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022 الساعة 9 مساء بتوقيت مصر و10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. كما هو متوقع متصدر الهدافين لاعب كاميروني فينسنت أبو بكر لاعب الكاميرون عنده 6 أهداف. المركز الثاني توكو أوكامبي لاعب الكاميرون ب5 أهداف، والمركز الثالث سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب ب3 أهداف، وغابادينهو مانغو لاعب ملاوي، وإبراهيم كوني لاعب مالي. المركز الرابع بهدفين أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب، وموسى بارو لاعب غامبيا، والنجم المصري محمد صلاح، ونيكولاس بيبي لاعب ساحل العاج، وسبستيان هيلير لاعب ساحل العاج، وساديو ماني لاعب السنغال، وواهب الخزر لاعب تونس، وأبلي جالو لاعب غامبيا، وأحمد مغني لاعب جزر الكومو، وجيم ألفينا لاعب الجابون. بعد كده بهدف واحد اكتر من لاعب، منهم النجم يوسف المسكني لاعب منتخب تونس، ونجم منتخب مصر محمد عبد المنعم الهدف اللي سجله في السودان، وايضا نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه اللي سجل الهدف اليوم في مرمى منتخب المغرب. متابعين الكرام اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.